ميشيل. إذا نشبت الحرب فلن تنجو أوروبا وستدفع الثمن غالياً. روسيا تحضر أسلحة متطورة ومرعبة للرد على دبابات أوروبا، والميدان الأوكراني هو الحكم. كييف لا تكتفي بالدبابات وتطلب سلاحاً آخر على وجه السرعة. الاتحاد الأوروبي يتحالف مع أمريكا ضد الصين، وبكين تتمدد في الحديقة الخلفية لأمريكا، والزعيم الكوري يعلن عن خليفته، لكن ماذا عن زوجته وشقيقته والمقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال؟ سنواصل عملياتنا ضدكم، فأنتم أهداف مشروعة لنا. الكيان الإسرائيلي يضرب إيران، وزلزال يضرب الأراضي السعودية، وبين العراق والمغرب المياه تبدأ بالعودة لمجاريها. رياح الحرب العالمية تقترب، الكل يتحضر والأصابع على الزناد، والعام لا يزال في بدايته. الروس يكثفون ضرباتهم وغاراتهم على أوكرانيا، ليخرج الرئيس الأوكراني زيلينسكي مستنجدا بالغرب، قائلا إن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى من أجل إزالة ما سماه بالإرهاب الروسي، بينما تجري محادثات عاجلة بين كييف وحلفائها بشأن طلبات أوكرانيا الحصول على صواريخ بعيدة المدى بحسب مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك. إذن هل ستغامر أوروبا وتدوس على خط بوتين الأحمر لترضي زيلينسكي، وبعد قرار الغرب دعم أوكرانيا بأسلحة هجومية؟ هو الرد يأتي سريعا من نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، الذي قال إن توريد الدبابات لأوكرانيا لن ينقذ أوروبا إذا ما نشبت حرب عالمية ثالثة، مشيرا إلى أن حماية أوكرانيا لن تفيد أحدا في أوروبا ولن تساعد العالم القديم المتهالك في تجنب العقاب ودفع الثمن. وأضاف أن عدد الحمقى في مؤسسات السلطة في أوروبا لا يمكن أن يحصى لكثرته. وهنا نعود إلى كتاب المعارك الأوكرانية، حيث تسابق روسيا الزمن لتتصفح أوراق الكتاب، وذلك قبل دخول دبابات الغرب، حيث تغلغلت القوات الروسية في العمق الأوكراني وبالتحديد بخموت وأوغليدار لاستباق وصول الدبابات الغربية، ما يضع كييف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما مواصلة قتال الشوارع الدموي وما له من كلفة بشرية، ولا ننسى أن قوات فاغنر تجيد باحترافية حرب الشوارع، أو الخيار الآخر الانسحاب للحفاظ على القوات. من جانبها نفت القوات الأوكرانية ذلك كالعادة، وقالت إن الوضع في أوغليدار صعب ولكنه تحت السيطرة، مضيفة أنها تتصدى لمحاولات تقدم القوات الروسية وتكبدها خسائر كبيرة. لكن الجيش الروسي يقول إن ما يعيق تقدم قواته في مدينة أوغليدار هو وجود منطقة صناعية تستخدمها قوات كييف كمواقع محصنة، ليتكرر سيناريو الحصار في مصنع أزوفستال في ماريوبول ومناجم الملح في سوليدار. فهل نشهد حصارا قاسيا للأوكران مرة أخرى؟ نحن لم نرى رد موسكو الحقيقي بعد يا سادة. فهناك سلاح روسي مضاد لكل سلاح أوكراني. وفق هذه المعادلة تحاول موسكو الحفاظ على أسبقيتها في الحرب الأوكرانية، حيث كشر الروس عن أنيابهم بأسلحة حديثة ومتطورة لردع أي هجوم أوكراني بالأسلحة الغربية في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا، حيث يتم الآن نشر منظومات بانتسر اس ام ومروحيات 128، وما خفي كان أعظم يقولها الدب الروسي. وفور رؤية أوكرانيا لتلك الاستعدادات الروسية التي وصفها الأوكران بالمرعبة، هي تطلق نداء استغاثة على لسان المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، الذي قال إنهم يسعون للحصول على 24 طائرة مقاتلة حديثة، لكن المحادثات جارية ولا أخبار عن تسليم أي طائرة لكييف. لننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث يندلع النقاش
النقاش في البنتاغون حول التوريد المحتمل لطائرات F-16 لأن أوكرانيا تستعد لتنفيذ هجوم الربيع لاستعادة أراض فقدتها. وبرغم ذلك أجري تدريب طيارين أوكران على طائرات F-16 وفقا لصحيفة بوليتيكو. الصين تحاصر أمريكا. تمضي الصين في طريقها في حين تتقاطع طرقات خصومها، ومع تصاعد التوترات بين الغرب والصين يسير الاتحاد الأوروبي على طريق أمريكا لحرمان الصين من الرقائق الإلكترونية المتطورة. هذا التحالف الأمريكي الأوروبي لمنع بكين من الوصول إلى أكثر التقنيات تقدما وخنق صناعة أشباه الموصلات في الصين، وذلك بهدف ضمان الأمن التكنولوجي مشترك بين ضفتي الأطلسي. فمن سيكسب ومن سيخسر؟ أصحاب العيون الضيقة كالعادة لهم الأسبقية بالرد، ولكن هذه المرة في الحديقة الخلفية لأمريكا وتحديدا أمريكا اللاتينية. هناك تحولت الصين إلى الشريك الأول أو الثاني لكل دول أمريكا اللاتينية بفضل التبادل التجاري والاستثمارات، لا سيما في المناجم والطاقة والقروض التي منحتها بفوائد ضعيفة. نعم، لقد تغلغلت الصين في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، ويعني ذلك الاقتراب من الحدود الجغرافية الأمريكية، وهنا يكمن التحدي المميت. إذن فكيف للأمريكان أن يؤمنوا حديقتهم الخلفية بعد أن صارت مرتعا للتنانين الصينية؟ خليفة كيم جونغ أون. ما يخفيه زعيم كوريا الشمالية لا يظهر للعلن إلا بأمر منه، وكثيرة هي خبايا هذا المجنون. هنا هذه الطفلة المحبوبة لوالدها، وهي التي لا تزال في العاشرة من العمر، أظهرها كيم للعلن وهي تمسك بذراع والدها، لكنها تتحضر للإمساك بزمام الأمور في البلاد مستقبلا. نعم، مجلة التايمز البريطانية تكشف عن خليفة كيم جونغ أون أخيرا، وخليفته ليست إلا ابنته جو إيه في بلد يحترم الكثير من سكانه مبادئ الكونفوشيوسية، والتي ترى في الشيوخ أولى من الشباب بالمناصب وتفضل سلطة الذكور أكبر من حكم النساء. وبرغم أن شقيقة الزعيم كيم يو جونغ هي من أقرب الأشخاص إليه وهي أقوى امرأة في البلاد، وهناك أيضا زوجته ريسول جو التي ليست راضية عن شقيقة زوجها ليخرج لهما المجنون ابنته، وكأنه يقول هاي هذه هي زعيمتكم من بعدي. الزئير الفلسطيني يربك الكيان. العين بالعين والبادئ أظلم، هكذا أعلنتها المقاومة الفلسطينية. وبعد عملية القدس عادت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية لتؤكد مواصلة القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ عمليات إطلاق نار على أهداف إسرائيلية في المنطقة. هذه المجموعة تتحصن في البلدة القديمة لنابلس وتضم عشرات المقاتلين الذين لا ينتمون إلى أي من الفصائل الفلسطينية، لتتلقى تل أبيب ضربة أخرى. وها هو المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة يقول إنه يجب على إسرائيل الامتناع عن استخدام المزيد من العنف وحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، مضيفا أن مجلس الأمن غير قادر على إيصال رسالة قوية بشأن القضية الفلسطينية لتنفس إسرائيل عن غضبها. لكن في إيران حيث نفذت هجوما طائرات مسيرة على منشآت عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. الأحداث والتطورات. هزة أرضية تضرب جازان بالسعودية، ووسائل الإعلام السعودية تبث فيديو يوثق اهتزاز بعض المنازل. بعد أن تم حظر السلاح عن تركيا صنعته وأصبحت هي القوة 11 في العالم والأولى في الشرق الأوسط لتصبح قوة مستقلة لا يمكن تجاوزها. المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد بعد 18 عاما من الإغلاق.
خلال مراسم تشييعه المدبرة مسبقا، برازيلي يخرج من تابوته أثناء البكاء عليه وسط صدمة من أصدقائه وأقاربه، والسبب غريب، نعم فقط من أجل أن يعرف من سيحضر وفاته. روسيا لا تظهر أسلحتها عبثا، ومع كل سلاح تظهره أوكرانيا يظهر الروس ما هو أقوى منها. فما الذي سيظهره الروس إن وصلت الطائرات المقاتلة للأوكران؟